طبعا بنسلق الورق. هلا الحجم ما خصو بحجم الورقه، الحجم نتقيد فيه من حجم اللحم اللي بدنا نحطه. هلا بدنا نحاول نعمل سرر. بتعرف ذكرني باكل ارمنيه، هاي زي الدولمه الارمنيه، هي هالاكله بيعملوها كرات. ايه بس هاي الاكله اكله فلسطينيه. أكيد من الخليل. عشان نصفهم بالفخاره او صينيه خبز عادي. بندهنها بزيت الزيتون، ومنصير نصفهم. منحط الورق دايركت قبل الخضار صح؟ ايه. هلا في عالم بتحط معاها بطاطا وفليفله. هلا البطاطا بتشرب من مرقه الاكل لانها حامضه، فانا ما حبيت احط هالمره. بس هي في عالم بتحط بطاطا وفي عالم بتحط فليفله. حلو كثير. انا هختصر. ايه وطيب كثير حامضه هيك. بنصفهم بنكملها. نبلش نصف فيها. بعدين بنصف الخضره. يعني نعتبرها انه سكرناها. خلص خلفيناها وعبينا الفخاره كامله. ايش النكست تبع عندنا؟ بنحط البصل اول. البصل ايه. اللي عندنا راح نصفه على وجهها فوق. بالضبط. طبعا اللحم مملحة ومبهرة. ممكن نملح المرأة هلا صح؟ المرأة كمان. ايه. طيب نعتبر انه حطينا الخضار وحطينا وهي حطينا على وجه الفخارة. هلا اكيد راح نحط فيها مرقة نطبخ فيها. هلا الصوص حنعمله، حتى كمان الصوص كثير سهل. ما بده شيء. انا ممكن مثلا لو اغير شغله بحس انه ممكن احط البندوره تحت، لما تكرمل بيطلع طعمها محروقه زاكيه تحت. تحت بالقاع. ممكن. بحس بتطلع زاكيه وكمان اذا من برضه فوق. بس هلا شو بنعمل؟ بنرجع بنحط عليها كمان زيت زيتون، شويه زيت زيتون، وبدنا نحضر للصوص. ايش اسعدك. بدنا مي. مي قدام الصحن. ما تكتر لي، حط لي قد لهون. مي سخنه. ايه بفضل احسن. بس أوكي. بس 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 حنحط وين المعالق تبعتكم؟ وين المعالق؟ هاي. اوكي. هلا بدنا كمان حسب الرغبه كيف بتحبوها حامضه. في عنا دبس الرمان. فينا نقول لا، لانه الورق عنب اوريدي حامض، مو مشكله، لان انا كثير بحب الحموضه بالزاكي بيطلع معها. وبنحط نفس الشيء رب بندوره، معلقتين كمان لب بندوره، وبدنا ملح وفلفل، وبدنا ليمون. اوكي. هلا بنعصر الليمون. ملح عجنب. ايوه اوكي. هي ملعقة نظيفة. اوكي. اوكي. خاف من الملح انا لانه خلص كل انا بالنسبة لي كل واحد ملح بصحنه. هلا مثل ما قلت لكم كفتة. بنحط كفتة وبنلفها بورق عنب على شكل سرر. بنصفها بقلب يا صينية او فخارة حسب المرة شو بتحب. بنصف فوق منها بصل وبندورة، واللي بحب بطاطا وفليفلة حلوة. اوكي. اخر شيء بنعمل الصوص زي ما عملنا مي. دبس الرمان وحطينا فيها تمر هندي. تمر هندي رب بندوره. دبس الرمان والبندوره وملح وفلفل بس. اوكي. بنحطها بالفرن بحدود ساعه، ساعه ونص حسب الورقه قد ايه هي سميكه، قد ايه بدها تستوي. هيك عندنا جاهزه هلا. صارت جاهزه. هالاكله كثير طيبه مع اللبن ومع الخبز طبعا. بدك نقلبها؟ هلا انا جايبه صحن تقديم ما بدي اقلب. هلا نشوف كيف حاول فيكم نعملها، بس بدي معلقه كبيره. شكلها بشهي. وريحتها طيبه. اي معلقه بدك؟ اوكي هاي منيحه. وريحتها كثير طيبه. واو.